سلام الخوت، مرحبا بكم في القناة ديالكم يوسف أوتومانوك، القناة المتخصصة في كل ما يتعلق بالسيارات في بلادنا. جديد السيارات والأثمنة ديالهم، إعلانات ديال بيع ديال السيارات المستعملة، المعلومات العامة في الميكانيك والسياقة اللي خاص أي واحد يعرفهم، وبزاف ديال الحوايج الأخرين. وإذا كانت هذه أول مرة تشوفوا فيها الفيديوهات ديالنا، ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد، وما تنساوش ديروا لايك وتكتبوا شي كومونتير زوين. وبالنسبه للناس اللي باغا تحط الاعلان ديالها في القناه ديالنا، ما عليكم غير تصيفطوا التصاور للفيديو ديال السياره اللي باغيين تبيعوا والمعلومات ديالها في الواتساب ديال هذه النمره اللي غتبان لكم اسفل الفيديو، وراها خدمه مجانيه. السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد وسياره جديده. السياره اللي معنا اليوم هي داسيا دوستر موديل 2013 ديزل، طوموبيل تو طوبسيون عامره، فيها لاكليم لي فيتخ بربع الكتريك، ريتروفيزور تاوما الكتريك، جونطا الومنيوم و صباغة دوريجين. بالنسبة للثمن مولاها تيطلب فيها 95,000 درهم، 98,500. إلا عجبتو الطوموبيل تواصل مع مولاها في الرقم اللي غنحط لكم أسفل الفيديو، وما تنساوش تشجعونا بلايك وتشتركوا في القناة باش يبقى يوصلكم الجديد. وشكرا وإلى اللقاء.